اتكلم معاكم على فكره الدوله وتثبيتها والمشاريع القوميه. الدوله وتثبيتها والمشاريع القوميه. كتير يقولوا يعني يا ترى الرؤيه بتاعه الدوله او الرئيس في برنامجه كانت عنوان اسمه تثبيت الدوله المصريه. هو كان فيه ايه؟ ليه بتقول كده؟ لان انا ببساطه تقديرات الموقف كلها كانت بتقول ان الدوله المصريه بعد او في خلال الثلاث اربع سنين الاخرانيين كانت معرضه للسقوط والانهيار. وده معناه ايه ببساطه؟ معناه ان لو ده حصل، لو حصل معناه ان احنا هنبقى في مشكله كبيره جدا وينفرط عقد الدوله. وخليني اقول لكم ان ربنا اراد ان احنا واحنا بنتكلم في المثال ده يكون عندنا امثله قدام عينينا في المنطقه لناس لدول بينفرط عقدها. لان النهارده اذا كنا بنتكلم على اجيال جديده في الصراع اللي احنا بنسميها الجيل الرابع والجيل الخامس، لو كنا بنتكلم عليها ما بقاش الحرب النهارده بس هو انك انت يبقى في قوات بتقاتل قوات وتحقق نصر، لا، بقى اللي موجود في تقديري وانتوا لازم تكونوا عارفين كده اكبر واخطر، لان هو بيتم هزيمه الدوله باهلها، تدمير الدوله بشعبها. الموضوع ده انا ما بزهقش ان اتكلم فيه، وارجو ان انتوا تبقوا منتبهين ليه جدا. وتعالوا نتوقف قدام النقطه ديت، لان قلت المشاريع القوميه وعلاقتها بالتثبيت او بتثبيت الدوله دي، ان هي تبقى تقدر تستعيد عافيتها وتحافظ على قوامها كدوله. تاني بقول خلي بالك من تفكيرك كفرد وتفكيرك كرجل دولة للدولة. خلي بالك حضرتك وحضرتك انتبهي جدا للي أنا بقوله ده. هو ده التحدي الخطير. أي حاجة ممكن تقابلنا في مصر نستطيع إن احنا نتغلب عليها إلا إن الدولة تاكل نفسها، إن الشعب هو يبقى يتم التأثير عليه وتحويله إلى أداة لأذية بلده، نفككه بدل ما يبقى نسيج واحد يبقى نقسمه بقى بأي شكل، من منظور ديني طائفي مذهبي لو عرقي ممكن، حسب كل دولة، حسب كل نسيجها فيه ايه. ودايما لما بتكلم فيها مع كل في كل اللقاءات اقول ايه، اي تحدي هنقدر عليه، اي تحدي هنقدر عليه ونقدر نواجهه ونستحمله ونتغلب عليه، لان انتوا لازم تكونوا باصين خلال الايام اللي فاتت ايه اللي بيتعمل وبيتعمل ليه. أول حاجة في جهد كبير بيتبذل عشان حالة الثقة اللي بين اللي انتوا اخترتوه اللي قاعد قدامكم ده وبينكم تتهز. فبتتعمل مسائل كتير جدا، واوعوا تستكتروا ان يبقى في تخطيط بالمهارة دي وبالعمق ده، اللي هو يفقدك الثقة في القيادة اللي قدامك. صدقوني هو ده، يا ترى الموضوع ده ممكن يحصل؟ يعني الراجل ده ممكن يعمل الحكاية دي ولا لأ؟ هو ده اللي بيتعمل النهاردة، اللي هو محاولة لزعزعة الثقة بين الشعب، بين الرأي العام وبين الرئيس. لأن هو إذا كنا بنتكلم على تثبيت الدولة، على طول ما الدولة هتبقى كتلة واحدة كده مش هنقدر عليها.
وخلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا هتجدوا ان فيها كلام كتير حصل. ده أسعار زادت، سياحة توقفت، ظروف اقتصادية صعبة عدت. طب والمصريين متماسكين مش كده؟ طب ايه الحكاية بتاعتكم بقى مصريين؟ وهنا مرة واثنين وثلاثة واربعة، انا كإنسان منكم، واحد منكم، انا دايما اقول من فضل ربنا علينا وعليا ان المصريين بقوا بالوعي ده، ان ما حدش ابدا يقدر خلاص، هم بقوا اكبر من اي تخطيط، اكبر من اي ترتيب، عشان يحاول ان هم يخليهم نسيجهم القوي بين الناس وبعضها البعض، بين الناس وبعضها البعض باختلافهم. وبالمناسبة اختلافهم ده أمر طبيعي، ده في اختلاف في اللون واختلاف في الجنس واختلاف في اللغة واختلاف في الدين واختلاف حاجات كتير، في الحاجات في العادات والتقاليد. الناس مع بعضها، الناس عاداتها اللي موجودة في اسكندرية غير عادات اللي موجودة في النوبة، وهم مصريين في الآخر. فأرجع تاني أقول إن إحنا في جهد بيتبذل كبير قوي عشان الدولة المصرية، اللي أنا قلت من كام يوم قلت إن الدولة المصرية قد عادت ولن يستطيع أحد المساس بها. أيوة، الدولة المصرية عادت ولن يستطيع أحد المساس بها. طب ما اللي إحنا بنشوفه ده في سيناء ده معناه إيه؟ وفي حتة تانية، ما هو ده دليل إن الدولة بتستعيد عافيتها بجد. طب إيه علاقة تثبيت الدولة بالمشاريع القومية؟ شوفوا، لازم نعترف إن إحنا عندنا حجم ضخم جدا من قوى العمل في سن العمل. يعني إيه؟ يعني عندنا تقريبا 65 مليون تحت سن الأربعين، عندنا في حدود 30-35 مليون بين الأربعين والتمنتاشر. فلو انت قلت النهارده اللي بيشتغلوا في السن ده كام؟ كتير، لكن يتبقى مجموعه او عدد كبير ممكن تكون ما بيشتغلش. لو شفتوا حجم المشاريع اللي بتتعمل على ارض مصر من اول اسكندريه لغايه اسوان، ومن اول مطروح لغايه العريش، من غير مبالغة بيشتغل فيهم في الشركات المدنية في الحقل ده في المجال ده، أنا بتكلم بين 2-3 مليون على الأقل. أنا عايز أسألكم، أنا كانت أقدر أصل لهم للناس اللي بتشتغل دي، اللي بيرجع آخر اليوم ب100 جنيه ب70 جنيه ب120 جنيه في اليوم لأسرته، أنا كنت أقدر أوصل له إزاي وديله مبلغ يكفي بيه أسرته؟ ما عرفش، ما فيش آليات توصل لكده، وما حدش يقدر يوزع 2-3 مليون مبالغ لسنة واثنين وثلاثة، ما حدش يقدر، ما فيش دولة تقدر تعمل كده. لكن نقدر نعمل شغل يغير وجه مصر. يغير إيه؟ يغير وجه مصر، والفجوة الضخمة بين اللي احنا عايزينه وبين اللي احنا موجودين فيه نشتغل فيها ونحل فيها ما أمكن في كافة الأنشطة المختلفة. يوم يحصل على الأرض تغير حقيقي، الناس تحسه كل في مكانه، اللي قريب من المليون ونص فدان وحياخد في المليون ونص فدان هيشعر ان في تغيير لصالح المجال اللي هو هيشتغل فيه، واللي بيشتغل في المجال النهارده حاسين ان في نقص في البنيه الاساسيه لمناطقهم، سواء كان صرف صحي او طرق او ميه شرب او كلام، يشعر ان الكلام معمول عشانه. واللي بيتكلم في اسكان عايز شقه سكن ليه عشان يفتح بيت جديد، يجد ان ده
بدليل النقطة دي اللي أنا بكلم فيها. في الإسكان الاجتماعي مش إسكان متميز ولا حاجة، كل اللي طلب شقة إحنا عملناها. ولسه كان النهاردة بيتعرض عليا تطور الموضوع وحجم المساكن، إحنا بنتكلم في 500-600 ألف إسكان اجتماعي، ده رقم ما تعملش. فكل مجال من المجالات ديت اللي هي المشاريع القومية اللي اتعملت، اللي كان بيشتكي من الكهرباء ما بقاش يشتكي من الكهرباء، اللي كان بيشتكي من الغاز ما بقاش يشتكي من الغاز. المشاريع القومية دي ساهمت. وخليني أفكركم كلكم، من 3 سنين تقريبا وإحنا بنتكلم على أن إحنا نحل مسألة الكهرباء، ف يعني أنا مش بقولها تندرا يعني، بس ده حصل بالفعل. فبنتكلم على خطة حل مسألة الكهرباء، فمسؤول كبير قال لي أنت بجد عايز تحل المسألة دي؟ يعني عايز تحل موضوع الكهرباء ده بجد؟ وهو كان بيتكلم بجد. فأنا قلت له خلي بالكم اللي هقوله له، قلت له الشعب المصري لن يتحمل صيف آخر بأن عنده مشكلة كهرباء. فبقت المسألة مسألة إيه؟ بقت مسألة أمن قومي، بقت مسألة إيه؟ فالنهاردة ديناها أولوية رغم تكلفتها العالية. حد تاني يقول لي لا كنا ممكن نستحمل وناس تستحمل. أنت بتقول دلوقتي بعد ما حلت المسألة، أنت بتقول الحكاية دي دلوقتي بعد ما بقاش في مشكلة. فكان لابد أنك أنت في إطار تثبيتك للدولة تعمل مجموعة إجراءات ومشاريع تخدم تستهدف كل النقاط التي تؤدي إلى اهتزاز الدولة. الناس اتطمنت، لا ده الكهرباء خلصت، لا ده الغاز خلص، لا ده الطرق مش عارف ايه، لا ده احنا الصرف الصحي، لا ده المية، بس هل احنا حلنا كل المسألة؟ لا لسه. لكن في الآخر محصلة ده كله خلى عناصر ثبات الدولة أكتر من قبل كده. في سؤال بيتكلم على الدولة لتنشيط السياحة ومتى تعود السياحة. أنا هقول لكم على كلمة مفتاح، السياحة تنمو وتنتعش في الاستقرار والأمن المستقر. الاستقرار والأمن الإيه؟ المستقر. وخدوا الكلام ده، وأرجو أن في المحاضرات اللي احنا بنعملها من فضلكم هاتوا مسيرة السياحة في مصر على مدى 50 سنة، وشوفوا الصعود والهبوط بتاعها كان امتى. له مش مرتبط فقط بتنشيط السياحة وهو مهم، والترويج السياحي وهو مهم، لكن كان بيرتبط النمو وثبات السياحة في مصر بالاستقرار والأمن. وده التحدي. مش أنا بقول لكم في استهداف للدولة عشان ما تكملش؟ ما هو النهاردة في القطاع ده بيشتغل ملايين بشكل مباشر وغير مباشر. لما أنا أضربه، لما هذا القطاع يضرب في مصر، فالناس دي هتعيش ازاي؟ مش بس عبارة عن دخل عملة حرة او كده، لا ده في ملايين بتعيش وتتكسب من ده. فلما يضرب الاستقرار والامن، اوعوا تفتكروا ان الموضوع بيعود بعد مثلا بمجرد انك انت تستقر لمدة شهر ولا 2 ولا 3 ولا سنة، لا ده بياخد وقت. حتى اللي جاي بيعمل سياحة أو ترفيه في دولة، هو جاي مش جاي يخاف، مش جاي قاعد وحاسس أنه يعني ممكن حاجة تحصل له، راكب مواصلة ومش عارف إيه اللي هيحصل، قاعد في على شاطئ ومش عارف إيه اللي هيحصل له. لا هو عايز يجي يقعد، ما هو جاي يخرج من التوتر ومن الضغط ومن الكلام ده في مكان. والناس عارفة اللي بتضرب وبتعبث باقتصاد الدول ازاي تضرب ركائزه. يعني مجموعة تقوم بعمل هنا ولا هنا بتؤثر بمليارات الدولارات لسنين على الدولة دي بالعمل ده. وشوفوا حجم الجهد
الأمن اللي بيتعمل إنك أنت عايز تأمن مطاراتك وموانيك ومقاصدك السياحية وشوارعك وكل حتة في مصر عشان ما يحصلش فيها عمل يؤدي في النهاية إلى التأثير سلبا على السياحة. فأنتوا يا مصريين لو النقطة دي تحديدا لو احنا بنتكلم عليها كلام كتير لك التنشيط السياحي وبيقعد معايا ناس كتير من السياحة أقول لهم من فضلكم لازم تعرفوا السياحة الحقيقية. طب أنا هقول لكم على يعني مش ما بحبش أقول دول، في دولة مساحتها مئات الكيلومترات المحدودة وعدد سكانها 5 مليون، دي بتستقبل كل سنة ضعف عددها على مدار السنة، بتستقبل من 10 إلى 11 مليون سائح في السنة. طب ليه؟ لأن هي ما عندهاش اللي أنا بتكلم فيه ده. ولو كانت السياحة في مصر على مدى 50 سنة اللي فاتوا لم يتم المساس بها، أنا بقول لكم كان وصل عدد السياح اللي بيجوا مصر بتطور طبيعي للطلب على السياحة، مش هي عرض وطلب، بتنشط العملية، ناس بتعمل منشآت سياحية وبتعمل منشآت ترفيهية وبيحصل طلب أكتر يتعمل أكتر والناس بتطور نفسها حتى بدون تدخل الدولة. كان النهاردة مش أقل من 30-40 مليون سايح بيجوا مصر لو كان في استقرار أمني مستقر. يعني إيه مستقر؟ يعني بنتكلم في 30-40 سنة ما فيش مساس بده. مساء الخير يا فندم، أنا اسمي رندا موسى من محافظة اسكندرية. عندي سؤالين سريعا. السؤال الأول عن الإشاعات والحاجات اللي بتطرح على السوشيال ميديا بشكل عام والأخبار الاستفزازية اللي بتطلع من الصحف، فليه ما بيكونش في مثلا مؤتمر صحفي شهري يكون فيه معلومة أكيدة علشان نقدر نتجنب الإشاعات والفتن اللي بتحصل، وفي منهم اللي بيثير الفتن وفي منهم اللي بيصدقهم لأن ما عندهمش المعلومة الصحيحة. السؤال الثاني، أنا بشتغل في العمل التطوعي على قد يعني، وبنشوف حقيقي في المستشفيات حالات كتيرة جدا الدور مش بيجي عليهم والأطفال دول بيعانوا، فزي ما حلينا أزمة الكهرباء وزي ما حلينا أزمة الطرق وحلينا أزمات كتيرة، عايز أسأل حضرتك إزاي ممكن ما نخليش فيه طفل يستنى دوره في المستشفيات وإن إحنا نقدر نعالجه. طيب اتفضلي اتفضلي حضرتك. الأستاذة رندا كانت بتتكلم على الإشاعات والأخبار المغلوطة وهي كثيرة، وأنا موافق إن هي كده صحيح، وبتقول إن مؤتمر شهري يمكن يكون كافي لهذا الموضوع. أنا عايز أقول لك إن حجم الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل يعني كتير جدا كتير جدا وحاجات كتير جدا. عايز أقول إن أنت لو هترد عليها يوميا أو أسبوعيا، وده مش معناه ان احنا ما نردش عليها بالمناسبه، لا ده امر مطلوب ان احنا نرد عليها وبنرد عليها، ولكن هو الفكره كلها زي ما قلت قبل كده ان انت بتردي من خلال مداخله، مش بتكلم على مستوى، انا بتكلم حتى على مستوى الوزراء والمتحدثين الاعلاميين بتوع، فممكن قوي يرد وهو يعتبر ان ده رد، ولكن مش كل الناس سمعته، مش كل الناس سمعته. الناس بتسمع الرد الحاسم لموضوع مهم قوي، حساس قوي، موضوع خاص بسينا الناس او خاص بالميه، دي موضوعات الناس، وبالمناسبه هي دي الموضوعات اللي بيتم محاوله الضغط على المصريين من خلالها، يخوفوا يقلقوا يقول له الحق ده في حاجه حتى تحصل، ده في حد هيعمل مش عارف ايه، ده حد هيدي ايه، ده حد هيسمح بايه. وده امر انا بقول ان المصريين على مدى 6 سنين اللي فاتوا اصبحت حجم الممانعه والمناعه اللي موجوده عندهم وقدرتهم على فرز الكلام ده حتى لو ما سمعش راي او رد بيبقى هو نسبه كبيره جدا منهم بيوعوا حتى بعضهم البعض. ادي واحد. المؤتمر الصحفي
يعني لما بنلاقي موضوع مهم قوي بيطلع بيان يا من مجلس الوزراء يا من الرئاسة يا من الوزارة نفسها. خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله هنعمل تطوير كده في وسائلنا عشان نحسن من الرد على كلام كتير من اللي بيحصل دوت. وأرجو إن الناس تبقى مصدقة الدولة، لأنها في الآخر الدولة ده الوزير ده واحد منكم يعني، والمسؤول ده واحد منكم. ليه؟ وده برضو مش كويس أبدا إن إحنا لما يكون في مسؤول نفصل الدولة في جنب، يعني الشعب في جنب، وإن المسؤول إن هو لأ مش صادق ومش أمين وبيقولش الحقيقة. ليه؟ فده أمر هيتحسن خلال الفترة الجاية أكتر من الوقت اللي إحنا فيه، مع تقديري إن الست سنين اللي فاتوا أفرزوا حجم من الوعي لدى المصريين. أنا بقول إن هو قارنوه دايما، مش دلوقتي، نقارنه دايما من ست سنين فاتوا. كان خبر بيتعمل على الموقع التواصل الاجتماعي تنزل عشرات الآلاف من الشباب في ثانية عالية، خبر صادق أو مش صادق بقى كان كده. النهاردة الناس لا. فدي تجربتنا، اللي بيحصل دي تجربتنا، والتجربة دي أثمرت زيادة وعي كبير جدا من الناس. صحيح إحنا بندفع ثمن كتير على أعصابنا كلنا، وساعات بيبقى فيه قلق، وساعات بيبقى عدم فهم، وساعات بيبقى فيه تشكك، كل ده أنا موافق عليه، بس دي الحرب اللي إحنا بنخوضها. إحنا بنخوض يا مصريين، خلي بالكم، نحن نخوض حرب حقيقية، حرب حقيقية فيها استخدام الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي والمعلومات المغلوطة والدس، كل ده. السؤال الثاني بتاع العمل التطوعي والمستشفى أو تحسين أداء المستشفيات، احنا عندنا مشكلتين رئيسيتين محتاجين مننا جهد وموارد ضخمة جدا: التعليم والصحة. وانا هقول الكلام ده وارجو ان انتم تستوعبوا كلامي كويس، كل اللي هيسمعه. مصر فيها 92 مليون، تتصوروا يعني أسرة مصر 92 مليون، ما هو المبلغ المناسب اللي ينفق على ال 92 مليون على الأسرة المصرية الكبيرة دي؟ كام؟ حد يقول لي رقم. طب أنا هقول لكم حاجة من غير ما اشاور على دول بعينها، هتكلم على دول يعني زي حالتنا كده، ويمكن عددها اقل مننا ب 20 مليون كمان. هقول لكم الموازنه بتاعتها، موازنه الدوله دي تريليون دولار. التريليون دولار دول يعني كام؟ يعني نقول من 15 ل 17 تريليون جنيه، من 15 ل 17 تريليون جنيه. من فضلكم يا كل المصريين اللي بتسمعوني، عندما تتألموا من ضعف الأداء وقلة الموارد، افتكروا المثال ده. احنا بنصرف فقط حوالي 850 مليار، تلتهم عجز سلف، وتلتهم خدمة دين، والباقي بتصرف على 92 مليون. يعني أسرة المفروض تصرف عليها 10,000 جنيه بيصرف عليها 300 جنيه. طب دي حقيقة بقولها لكم؟ فيبقى انت هتجد الخدمة اللي انت عايزها، هتجد مش بس في الصحة، في كتير من يعني من الخدمات او من كتير من الأنشطة اللي الدولة بتقوم بيها. الأرقام المطلوبة اكتر من كده بكتير، قوي قوي قوي، ولن يتأتى ذلك إلا أن احنا نعمل نعمل نعمل. احنا تصديرنا كام؟ بنصدر بكام؟ دولة زي مصر فيها 92 مليون، لو هي عايزة تخش في المستوى اللي احنا بنتكلم عليه ده، المفروض تصدر في حدود 130-150 مليار دولار على الأقل. احنا تقريبا يعني نتكلم في عشر، يعني 18-19 مليار دولار. وبتستوردي بكام؟ احنا 60 ل 70%
من حاجتنا أكلنا وشربنا بنجيبه من بره. فأنا كنت ممكن أقول لك إن إحنا بنعمل مستشفيات وإحنا بنعمل مستشفيات، وبنحاول نحسن المستوى وإحنا بنحاول نحسن المستوى. لكن اللي أنت بتتمنيه كإنسانة بتشوفي بنفسك حجم الأداء اللي موجود ومش راضي عنه، وأنا مش راضي عنه، وممكن أكون شايفه وحاسس بيه وبحاول أجابه، يعني لازم نشتغل ونتحمل وهنقدر وإن شاء الله هنحقق ده. الاقتراح بالنسبة لتوجه الدولة لتجديد الخطاب الديني، ليه ما بنرفعش تنسيق الكليات الشرعية اللي بتخرج لنا الدعاء اللي بيتعاملوا بشكل مباشر مع الناس وبيوجهوا الخطاب الديني؟ وليه ما بنتحشي فرصة التعليم الفني في الأزهر؟ لأن الطلاب يتوجهوا يعني تلقائياً من مرحلة الإعدادية لمرحلة الثانوية، يعني ما فيش بقى تعليم فني متاح. شكرا جداً. الأستاذة أسماء بتكلم على الأزهر والخطاب الديني، وأنا عايز أقول إن الموضوع ده موضوع طويل وبياخد وقت طويل ومحتاج جهد كبير ومحتاج قناعة مننا، محتاج قناعة مننا كلنا، مش على قد بس مؤسسات الأزهر أو كده، لا، إن إحنا نبقى عندنا، لكن في جهد بيتبذل. الجهد ده عقبال ما يعني برضو ده بقى الكلام اللي أنا قلته في الأول، إن نسق الفرد وقناعته غير نسق الدولة وقناعتها. عقبال القناعات دي ما تصب فينا كلنا بشكل مناسب، لكن هيبقى إن في ناس يعني هقول حاجة. لما جيت قلت إن إحنا نحترم عقائد بعضنا البعض، أنا ما قلتلهاش كلام، أنا قلتها سلوك. سلوك يعني إيه؟ إن أنا النهاردة أشقائنا في أعيادهم أروح لهم، هنختلف، الناس هتختلف معايا، أنا على مستوى الدولة مسؤول عنهم، واللي بيقرأ بالطريقة اللي بيقرأ بيها أفكاره بالطريقة ديت، يعني إحنا لازم كلنا نحب بعضنا ونخلي بالنا من بعضنا. وبالمناسبة ده ملوش تأثير على العقائد، كل واحد يعتقد ما يشاء، ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا كلنا وعارف احنا بنعمل ايه، يعني خير وشر. فالخطاب الديني هياخد وقت، حتى بالجهد الموجود، وحتى لو كان في جهد اكتر من كده، لان انت عقبال ما تشكلي قناعه وتبقى موجوده في للراي العام كله في مصر، وده عدد مش بسيط، انه يبقى يقول لك لا انا بحترم الاخر وبحترم عقيدته وما عنديش حساسيه منه ولا من عبادته ولا انه بيمارس شعائره، وده معناه يعني ده عايز مستوى فهم ديني مرتفع قوي، عايز دين راقي قوي قوي في نفوس اصحابه عشان يعرفوا يعني ايه ان هم يحترموا الانسان، كل الانسان. ده مستوى ديني. شوف انا بقول ايه، مش مستوى انساني، مستوى ايه، ديني راقي جدا، مستوى ديني متميز قوي، انه يحترم الانسان بكل اختياراته، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيجيبنا كلنا وهيحاسبنا كلنا. مساء الخير سيادة الرئيس، شهاب علي مهندس بترول. يمكن انا سؤالي الاولاني لحضرتك، في ظل تحول منطقه شمال وشمال الشرق المتوسط لصراع على الاحتياطات الغاز الطبيعي، هل الدولة المصرية بكافة وزاراتها سواء وزارة البترول أو وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أو هيئة المساحة العسكرية بتخوض معنا المعركة أنها تحافظ على مقدرات الشعب المصري من احتياطات الغاز، في ظل كمان الإشاعات اللي بتقول أن في بعض حقول الغاز للدول المجاورة أنها بتقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية؟ شكرا يا فندم. الأستاذ شهاب علي بيقول المحافظة على مقدرات الغاز، أنا عايز أقول لكم يعني العملية مش سايبة، مش 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 حتى في مصر بس، يعني وما أقصدش إنك أنت ما تسألش السؤال ده اللي سأله، لا 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 مفيش حاجة من دي، أنا بكلم كلام مسؤول يعني لكم، مفيش حاجة اسمها إن حد يقول لك الحق دول هياخدوا الغاز بتاعنا، دي قصة كبيرة جدا، إنك أنت المياه الاقتصادية والمياه الدولية
لا 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 لا، القوات البحرية دي موجودة على امتداد الحدود، على امتداد البحر المتوسط حدودنا، والبحر الأحمر حدودنا، ولغاية باب المندب. فما فيش مجال إن حد، بس ربنا يبعت الغاز يعني. ف يعني عايز أطمنكم إنه ما فيش مشكلة خالص خالص في إن حد ممكن يمس حاجتنا، لأن الموضوع يعني بتحكموا اتفاقيات وبتحكموا قوانين دولية، والعملية مش، ومصر دولة. مصر إيه؟ دولة. الدولة إمتى يطمع فيها؟ بدل ما أنتوا بتسألوا بقى، لما تضعف يتاخد بقى غاز، يتاخد بترول، ويتاخد أرض. هقولها تاني؟ هقولها لكم تاني. الدولة يتاخد غاز وبترول ويتاخد حاجات كتير منها وأرضها كمان لما تضعف، وتضعف الدولة بتفكك شعبها مش بقواتها المسلحة. قوات المسلحة سندها الشعب. سندها إيه؟ قبل الشعب مين؟ ربنا. لكن إحنا بنتكلم على الأسباب اللي ربنا قال لنا خلوا بالكم منها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فطول ما الشعب المصري، يعني قلتها كم مره النهارده، شوفوا اسمعوا كلام كتير من ده وما تتوقفوش قدامه. اقول تاني، اسمعوا كلام كتير يقول لك هناخد منكم وهنعمل منكم، طول ما انتوا كده واقفين تمام ما تقلقوش. اقلقوا على نفسكم لما تلاقوا نفسكم بتتخانقوا مع بعض ومتفككين وكده. هو دي اذا كان ليا توصيه وفي ليا طلب من المصريين، هو ده الطلب، ما غيرتوش من يوم ما كلمت معاكم، تبقوا كده بس خلاص. اي حاجه تانية بفضل الله احنا قادرين عليها.